متعة أن تكون في العشرين هو مجموعة من المقالات اللي اختارتهم الكاتبة علا ديوب وترجمتهم، والمقالات دي بتتكلم عن فترة العشرينات وبتحاول إنها تحط قواعد تسهل على العشرينيين حياتهم، منها نصايح عن الجامعة والشغل والانتقال من منزل الأهل والعلاقات الاجتماعية والإدارة المالية للفرد. وطبعاً كلنا عارفين إن العشرينيات حالياً أكثر تعقيداً وصعوبة من العشرينيات زمان بسبب النظام الرأسمالي والظروف المهنية والاجتماعية المختلفة، وبسبب ده ظهرت حاجة اسمها مرحلة الرشد الناشئ، وهي مرحلة بين ال 18 وال 25، هي كده بين المراهقة وبين سن الشباب، واللي بنحس فيها ان ولا احنا صغيرين علشان ما نشيلش اي مسؤولية، ولا احنا كبار بالقدر الكافي اللي نتحمل فيه مسؤولية كاملة. الكتاب في مجمله مفيد وممتع، ولكن طبعا المقالات اللي فيه كلها من كتاب غربيين، يعني ثقافتهم مختلفة وأفكارهم مختلفة، وحتى بعض التحديات اللي بتقابلهم في المجتمع الغربي مختلفة عن التحديات اللي بتقابلنا في مجتمعاتنا. عشان كده لازم الإنسان وهو بيقرأ الكتاب يوظف النصايح اللي فيه وفق حياته الشخصية. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على يوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. ده كان كتاب متعة ان تكون في العشرين، نتقابل ان شاء الله في حكاية جديدة.